تذكرت أول ما دخلت الجامعة إيه؟ أول كورس كان عن بعد كورس؟ يعني أول كمبارس إيه أول كمبارس يا كورس يعني جامعة كلاس. مو كلاس أنت بعد أول كورس يعني السنة الأولى من التحضيري الفصل الأول يعني كل أجانب على الكورس الثاني ودومنا اللي في واحد دكتور عتيبي أصب عليه بالخير سال أنا استرك العتيبي يدرسنا إنجليزي زين هو من أهل الطائف جاء قال الجماعة نبي ماكل حلو بالحفر كذا قلت له يا دكتور عندي مكان فلاني كذا رح له وين وديته أنا شف معك والله معك أماكن بسطات سوق شعبي يعني ما حد يجي سوق يعني ما حد يجي يعني حيل المهم هو مع ضيوف من هلا الطائف بعد جايب مشيهم دكتور إيه فطور بيض كفو لا ما أبغى بيض أنا أبغى شكشوكة مكشر هذا الشيخ ولا بلاش زين البيض كذا ما أحبه بس لا وقال أماكن ثانية قلت يا دكتور أنس ما في أطلق من هالمكان اكتب جوجل ماب سوق الخميس وديك له هو سوق شعبي يعني هو بالحفر بسطه وما ادري شنو يعني ما يجي لتمشي والله اني سامع قلبي يضل وجهك ثاني يوم هو وخويا يطلعون جوجل ماب ويطيح بالسوق هذا اسمع ثاني يوم يطيحون بالسوق هذا دايم اشيل كلمك انا ما تستحي انت تذكرني في ابوي اذا طلعي بنتم ضيوف اسلم زين ثاني يوم ولا لبسوا وتعطروا ويعني كشخوا يروحون جوجل ماب لين وصلوا المكان هذا السلام ويوم وصلوا ولا هذا مضيع ولا لا اللي هو يفكر هذا مضيع ولا هذا السوق مو حق مش هو عبالهم مول انا قلت مكتب مول سوق الخميس كذا يعني فلمت مكتب سوق الخميس اي هو اسمه سوق الخميس يوم وصلوا السوق الشعبي قال امشي شو نتمشي وينزل يمشيهم هو محلات يعني عادي بس قدامه في بسطاته ثاني يوم داومنا لا استغفر الله مو ثاني يوم وكان عندنا احد الاثنين الاسبوع اللي بعد يوم داوم ايه وين عبد الله دورني وكان راسل بقرب عبد الله الله لا يبيض وجهك يقول لي بضحك والله اللي بيجلدك ايه قلت بس انا بس بيجلدني الرجال يوم داومت والله رزلني ترزل يقول انا عادي اروح بس معي اخوياي معنيهم وجايبهم بمشيهم اخي تسكر قلت خلاص بوديك اماكن حلوه قال قلت والله اماكن حلوه وديته كوفيات وديته جماعات حلو انك علمت ايوه حلو انك علمت لان لو جيتك في الحضر ايوه طيب شنو طيب انت الحين هو شوف هي قصه حلوه تمام بس انه هو في نوم وما قالها زي الناس حلو يقول هو يوم قابل الدكتور عرفت اسمع ضاحي ضويحي واصبر واصبر والله ثم الله والله بالله وتالله شفت اليوم سويت فيك الصبح ما خليتك تنام اليوم اسوي مثل متابل تجيني انت زعل بط على علبك طيب غلطت ريان شيء يدك يلا يدك غلطت شيء بالله انا انصت وسمعت بس ما ادري هي سالفة قلت ولا ما قلت بس هذه السالفة حرام يعني انت لهالدرجة انت تشوف ان عبد الله شليهيب ضرك الكتكوت راسك يا المروح يا الهاء البري يا الهاء يا الهاء يا الهاء يا الهاء انقلع تعال انت يعني تشوف الكتكوت هذا لا عبد الله وانا مؤدب والله مؤدب يدي الله يوف انا لا لا يا بابي صلت الاجر استغفر الله وقف هنا وقف ولا دايف على كيفك انت وقف ماني موقف اللي في راسك سوى يا ملا وين ردة الفعل يحسب انه راح عند جنب راح والله لا يبارك فيك يا المروحين وقف دخت يا اخ واحد من واحد سكريبت ودي يسولف والثاني يسوي نفسه انا كينج اي انا كينج وش عندك يا